حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي إن الحكومة ملزمة بإرسال قانون تعديل سلم الرواتب إلى مجلس النواب، وأضاف أن سلم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسد الفارق بينهم، وهو ما يثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى. أضاف أن على الحكومة إرسال القانون إلى البرلمان لأنه سيحقق ما اعتبرها العدالة بين موظفي الدولة، ويحقق الاستقرار الوظيفي، ويخفف من التهافت على عدد من الوزارات بحثا عن زيادة الراتب. كشف مصدر حكومي عن اتفاق البنك المركزي في العراق مع الجانب الأمريكي على تعزيز رصيد مسبق لعشرة مصارف بالدولار. قال المصدر إن الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية بين البنك المركزي في العراق ونظيره الأمريكي كانت بخصوص عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات، حيث تمكن البنك من الحصول على موافقات لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية، من خلال تعزيز رصيد مسبق لعشرة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية. أقرت هيئة النزاهة في العراق بتورط مسؤولين حكوميين في محافظة المثنى بارتكاب جرائم فساد واستغلال المناصب لأغراض شخصية. وأكدت الهيئة أن مسؤولين في ديوان المحافظة وبلدية السماوة تورطوا بارتكاب جرائم فساد عبر إبرام عقود بمبالغ زهيدة قياساً بأسعارها الحقيقية، ما تسبب بإهدار أكثر من 3 مليارات و280 مليون دينار من المال العام لصالح جهات سياسية مقربة من المحافظ الحالي. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق يعاني من الفوضى وغياب التخطيط في كافة القطاعات، وأضاف الخبراء أن من أهم أسباب فوضى التخطيط تعدد الجهات التي تضع الخطط وتداخل الصلاحيات فيما بينها وسوء التخطيط الذي يصدر من جهة مركزية واحدة، وثم الانتقال لسوء التنفيذ للمشاريع والخطط. وبيّن الخبراء أن صناع القرار في الدولة لم يحسبوا حساباً للنمو السكاني، ما عكس الفوضى بشكل واضح في الشوارع والبنى التحتية كالمستشفيات والمدارس وغيرها من تلك التي تتعلق بحياة المواطن. أعلنت الأردن أن العراق كان رابع مستورد لدى صناعة عمان خلال 10 أشهر من العام الحالي. وقالت غرفة صناعة عمان إن صادرات الأردن الصناعية إلى العراق ارتفعت خلال 10 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 717 مليون دينار أردني مقابل 546 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة تجاوزت 8% وأصبحت رابع مستورد للصناعات الأردنية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمل.